تحية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع محطات رياضية أبرزها سيكون مع ملف اتحاد الكرة وما أسفرت عنه نتائج الترشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقي. ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع عدد من الرياضيين والإعلاميين لمعرفة انطباعاتهم حول عملية الانتخابات، فضلا عن تقييم عام لأداء منظومة الاتحاد الكروي للسنوات الأربع المقبلة. بالتأكيد ستكون لنا وقفات رياضية مع فعاليات أخرى وبطولات رمضانية شهدها هذا الشهر الكريم. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا ورمضان مبارك. جمهورنا الرياضي، نجدد الترحيب بكم، وانطلاقتنا الأولى ستكون مع ملف اتحاد الكرة وما أسفرت عنه نتائج الترشح للانتخابات، وكالمعتاد والمتوقع لسيناريو انتخابات جمهورية الكرة العراقية، أسفرت نتائج انتخابات اتحاد الكرة العراقي التي جرت قبل أيام عن تجديد الثقة لأغلب الأعضاء، حيث أن الانتخابات لم يحدث تغييرا كبيرا فيها، فقد جددت الهيئة العامة الثقة لعبد الخالق مسعود لرئاسة اتحاد الكرة ونائبيه الأول شرار حيدر وعلي جبار، والفائزون أيضا بعضوية الاتحاد الذين حصلوا على ثقة الهيئة العامة هم كل من مالح مهدي ب 41 صوت، تلاه كامل صغير ب 40 صوت، ثم يحيى صغير ب 37 صوت، ويحيى كريم ب 36 صوت، في حين نال سعد مالح 35 صوت، وفالح موسى ب 22 صوت. أما الأعضاء مشاهدينا الكرام الجدد فهم ثلاثة فقط، أولا غالب الزاملي ب 30 صوت، إحسان علي ب 21 صوت، وعلي الأسدي ب 31 صوت. إذن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، سيناريو متوقع لانتخابات إمبراطورية الكرة العراقية بعدما فصل اتحاد الكرة ضوابط وتفاصيل الانتخابات على مقاسه بالملم. وبموجب الانتخابات التي جرت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بالحقيقة يعني إلى هذه اللحظة لم نفهم لماذا جرت الانتخابات في فندق الرشيد، وهذه يعني المنطقة المغلقة والمحرمة على الجميع وعلى الشعب العراقي بالتأكيد يعني لها أبعاد أخرى. المهم، بموجب انتخابات اتحاد الكرة تكررت الأسماء وعادت مرة أخرى لتعلن نتائج الانتخابات عن فوز 9 أشخاص بعضوية الاتحاد، يعني بينهما 3 أعضاء جدد كما ذكرنا قبل قليل. عبد الخالق مسعود فاز بولاية ثانية لرئاسة اتحاد القدم العراقي، واحتفظ شرار حيدر وعلي جبار بمنصبيهما كنائبين أول وثاني لرئيس الاتحاد. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتوقف مع تفاصيل أوسع لعملية انتخابات اتحاد الكرة العراقي ورمضان مبارك. بعد أن تم انتخاب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لولاية ثانية وإعلان تشكيلة الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم والتي تألفت من غالبية الوجوه القديمة مع 3 تغييرات فقط بدخول علي الأسدي وغالب الزاملي وإحسان علي، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم استبعدت 7 أسماء من الانتخابات التي أقيمت في 31 من آيار الماضي، والمستبعدون هم كل من عدنان درجال، أحمد الموسوي، محمد ناصر، وليد الزيدي،
نعيم صدام، باقر حميد، غالب الزاملي، مع عودة الأخير ودخوله بقوة قبل الانتخابات بفترة وجيزة. وأسباب الاستبعاد جاءت بحسب اللجنة المشرفة عدم قانونية التزكية التي حصلوا عليها، كما تم انتخاب نجم خط الدفاع السابق في المنتخب الوطني شرار حيدر بعد منافسة مع كابتن المنتخب العراقي السابق يونس محمود لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي قال إن الهيئة العامة غدرت به بعد أن كان هو المرشح الأقوى قبل انطلاق السباق الانتخابي. يذكر أن انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم قد جرت في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور عدد من الشخصيات على رأسها رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ومراقب الفيفا والاتحاد الآسيوي منعم فاخوري. هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد بعث برسالة إلى الحكومة العراقية ووزير الشباب والرياضة، شدد خلالها على ضرورة احترام استقلالية الاتحاد العراقي لكرة القدم. ولكن وبعد إعلان تشكيلة الاتحاد العراقي، فهل يا ترى سيبقى الاتحاد الكروي على ما هو عليه من ضعف في التخطيط والابتعاد عن الإنجازات الإقليمية والقارية؟ وما هو البرنامج الذي سيسير عليه في الأربع سنوات المقبلة؟ يعني اللي يصير بالعراق ما صاير بالعالم كله. يعني سيناريو الانتخابات عبارة عن مسرحية عنوانها الفشل والمؤامرات المخزية والاستهتار بمقدرات الجميع، حكومة ووسطا رياضيا وإعلاما وشعبا عاشقا ومجنونا بالكرة. بالحقيقة سيناريو الانتخابات يعني حالة معيبة ومخزية على آمال وتطلعات العراق الجديد، العراق الديمقراطي، وعلى تاريخ ومسيرة الكرة العراقية. يعني أنا شخصيا لست تابعا لأي جهة، كنت وما زلت أحمل في مسيرة المهنية القيم المبادئ السامية وهم الوحيد، وبحسب موقعي رفع شأن الكرة والرياضة العراقية. يعني وهذا ما جعلني أنتفض وأقول بحرقة وألم هذا الكلام. يعني تصوروا اليوم نعيش أجواء ديمقراطية استثنائية لا مثيل لها في العالم. عبد الخالق مسعود يدخل الترشيح لرئاسة الاتحاد وحده بدون منافس. طيب يعني هي الأمثلة كثيرة، ولكن يعني كونك رئيسا لاتحاد الكرة، يعني شفت بحياتك مباراة نهائية لنيل شرف بطولة يحضرها فريق واحد بدون فريق مقابل، بدون فريق منافس؟ يعني ربما تحدث ضمن أدوار معينة لبطولة ولأسباب معينة، لكن في نهائي ومرحلة مفصلية، يعني بالحقيقة مع احتراماتي واعتزازي للفرق الشعبية حتى مصيره بهذه البطولات البسيطة. طيب شفت بحياتك أحد يركض في مضمار السباق وحده بدون متسابقين آخرين؟ فمن الطبيعي يعني وفي ظل هكذا ضوابط يعني مرتبة مسبقا، يعني نجد أن مسعود يتم اختياره رئيسا للاتحاد الكروي بعدما حصد 42 صوتا من أصل 51، لأنها بكل بساطة المرشح الوحيد هو لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. من الطبيعي أيضا يحصل ممثل نادي ميسان علي جبار مرة أخرى على تجديد الثقة لفترة مقبلة من قبل الهيئة العامة بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة. يعني طالما هو أيضا المرشح الوحيد لهذا المنصب، يعني طيب حتى في أفشل القصص وأسوأ السيناريوهات في الدراما، يعني على الأقل يوضع في الاعتبارات جزء مهم من المصداقية، من الواقعية، من التشويق، من الإثارة، حتى المتلقي يعني يستوعب الفكرة ويستوعب هذا السيناريو المفروض عليه. أكرر القول، أنا لست تابعا لأي جهة على حساب جهة أخرى، لكن حدث العاقل والإنسان البسيط والجمهور الرياضي بما يعقل. يعني معقولة
وصل الاستهتار إلى هذه الدرجة لنجد تنافسا شريفا وحيدا فقط في عملية الانتخابات، ويكون للأسف بين رياضيين من أهل الشأن على منصب واحد وهما شرار حيدر ويونس محمود، ليكون هذا التنافس رغم يعني حقيقته للعلن إلا أنه مغطى مسبقا وخلف الكواليس بنوايا غير صادقة المعاني. ونحن بطبيعة الحال يعني ما كنا نتمنى أصلا أن يتنافس رياضيين معروفين ولهما تاريخا مشرفا في الكرة العراقية، فيخرج أحدهما بالتالي هي بالتأكيد هي خسارة كبيرة بحد ذاتها. أختم قولي كبدايته، سيناريو انتخابات إمبراطورية اتحاد الكرة عبارة عن مسرحية عنوانها الفشل والمؤامرات المخزية والاستهتار بمقدرات الجميع، حكومة ووسطا رياضيا وإعلاما وشعبا متوحدا بالكرة وعاشقا ومجنونا بالكرة. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، جمهورنا الرياضي، تواجدنا بالتأكيد مع عدد من لاعبي الكرة العراقية السابقين، فسألناهم عن انطباعاتهم عن المشهد الكروي العراقي بشكل عام والفترة الحالية التي تمت فيها انتخابات اتحاد الكرة، وكيف ينظرون حول استبعاد الكفاءات من القامات الكروية المعروفة، وهل كانت هنالك ضوابط ومعايير حقيقية للتنافس على انتخابات اتحاد الكرة، وهل بإمكان المهتمين والمتابعين أن تمني النفس برؤية مستقبل مشرق يمحو الصورة التي ظهرت بها الكرة العراقية في السنوات الأخيرة. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نتوقف مع الرياضيين المختصين باللعبة وانطباعاتهم حول هذا الأمر، نتابع. حقيقة بالنسبة للانتخابات حقيقة أنا ما مقتنع في هذه الانتخابات. احنا نريد تبديل وجوه، الأشخاص اللي شفناهم موجودين كأعضاء في الاتحاد هم موجودين سابقا وما قدموا شيء للكرة العراقية مع الأسف، غير السفرات والتزوير وغير ولا مشاكل ذلك، أما ما قدموه كتخطيط للكرة العراقية فهذا الشيء ما موجود. احنا نريد ناس تعمل، مو تخطط انه تعمل على متحافظ على مناصبها ومكاناتها وتحافظ على الانتخابات تفوز، احنا نريد ناس تجي تشتغل، يعني ناس تقدم برامج اشعتها. احنا لهذا ما موجوده اي برامج، حتى البرنامج اللي بدأ يجي من اسيا يا بسوي اكاديميات بالانديه ما حد يسوي، مع انه الفلوس مدفوعه من الاتحاد اسوي، لان الناس ملتهيه بغير شغلات، ما ملتهين بانه يخططون للرياضه يهتمون بالفرق حقيقه. هذا احنا دائما من نحكي نسعد اخطاء نقول والله لا احنا والله عندنا فرق ناشئين واشبال واولمبي اخذوا بطولات زين، كل العالم اكو نظام بالاستعاضه، يعني انا لما افوز بالاشبال والناشئين والاولمبي والشباب واخذ بطولات اسيا من المفروض ان يكون عندي منتخب على الاقل بطل يحقق بطوله اول ثاني على اسيا، فهذا ما موجود، اكو خلل، فاني الخلل ما يدح شيء الكل تعرفه. شكرا جزيلا. اكيد هي شوف الانتخابات صح لعبه، تحالفات ولعبه، انت تتحالف مع انتخابات، تحالف مع الشخص الاقوى في الاتحاد تدخل بمنظومة كابينة الاتحاد، لكن هي صارت انتخابات وبصراحة احنا ردنا تغيير بعض الوجوه، لكن تغيروا ثلاثة ومفاجأة كانت لنا احنا كرياضيين، يمكن خروج طارق احمد من الكابينة الوزارية ما حد كان متوقع هذا الشخص انه يخرج، لكن انتخابات اجريت، نتمنى التوفيق للجميع وعليهم ان 4 سنوات قادمة صعبة جدا، كأس آسيا نهاية كأس عام 2022 هم وعدوا الجمهور. وعدوا الجمهور بصراحة قالوا احنا 2019 كأس آسيا راح يكون كلام آخر في هذه البطولة، يعني المنافسة والتأهل إلى نهاية كأس العالم 2022، نتمنى أنه يعني نتكلموا بهذا الكلام، يكون هم قد الكلام مالهم ونتوفق إن شاء الله نكون يعني ما الكرة العراقية تروح إلى مسارات أخرى. احنا الآن رفع الحضرة جزء عن الكرة العراقية عن ملاعبنا البصرة كربلة الشمال ننتظر بغداد النجف باقي المحافظات ميسان، فنتمنى أنه ما تكون أخ مشاكل بصراحة. نعم المشاكل
انا اقول لك موجوده وما راح تخلص، لكن نتمنى ان كلها تجلس على طاوله واحده ويكون هناك تفاهمات، لان الرياضه طبعا هي واجهه البلد، واجهه العراق، تنعرف من خلالها بلدان كبيره جدا من خلال الرياضه، من خلال كره القدم خاصه اللعبه الاولى في العالم. فنتمنى انها تكون جلسه لكل الاشخاص اللي عندهم اختلاف للمضي قدما في رفع الحظر عن ملاعبنا. نتمنى بالأوقات القادمة إن شاء الله تكون هناك عمل خاصة على مستوى الاتحاد. بصراحة أتكلم يعني كرياضي لاعب منتخب عراق وعايش في هذا الوضع الوسط الرياضي، نتمنى أنه أعضاء الاتحاد الآن موجودين أنه يخرجون من جميع اللجان الموجودة في الاتحاد، يستعينون بناس خبراء خاصة مسابقة الدوري، لأن شاهدنا الدوري الآن دورات العالم كلها انتهت والدوري ما حدا شغال، أكثر المدربين يشكون خاصة احنا موجودين في شهر رمضان الفضيل، أكل عباس 4:30، الأجواء حارة جدا بصراحة هذه الأيام. فنتمنى خروجهم من جميع اللجان وتعيين مشرفين من خارج الأعضاء الاتحاد، عندنا كوادر بصراحة كوادر موجودة في الداخل في الخارج يستطيعون أن ينظموا لك أجمل وأحلى دوري في الوطن العربي بصراحة، في كراس الى بدايه ولا نهايه، وعدم وجود تاجيلات. منتخب يلعب منتخب عسكري ما له دخل، احنا قبل كنا نلعب نروح معسكر ونلعب لعبات، الدور شغال، اعطى فرصه للاعبين الاخرين كان متواجدين في 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 النادي، في النادي 30 لاعب، ما انت مختزل النادي بخمس اربع لاعبين وباقي اللاعبين. فنتمنى انه يستعينوا بناس خبراء على مستوى عالي لعمل دوري كامل ذو قيمه جيده، واكيد استفاد من المنتخب في البطولات. اكيد يعني بانه النتائج يمكن كانت واضحه حتى قبل الانتخابات، مدخل الانتخابات، ويمكن انا طلعت باكثر من برنامج كلمت نفس الاخوان المرشحين، هم راح يكونون على قياده الاتحاد للفتره القادمه، والصوره كانت واضحه لكل الجماهير. لذلك انا اعتقد بانه الهيئه العامه اختارت، عليها ان تتحمل مسؤوليه الهيئه العامه، وليس فقط اتحاد القدم يتحمل مسؤوليه، على الهيئه العامه ايضا تتحمل مسؤوليه الخيارات، وبالتالي النجوم اللي ابتعدوا بصراحه عن الساحه الرياضيه والنجوم اللي ما كان لها وجود ايضا مع الهيئات الاداريه ايضا يتحمل المسؤوليه، لذلك المسؤوليه تقع على عاتق الجميع. تمنينا بانه يكون اكثر من يعني 10 نجوم على اقل تقدير يرشحون الانتخابات، سواء كان منصب عضو او مناصب اخرى، لكن الاغلبيه اتجهت نحو التدريب وتركت الادارات ومشاكلها، وبالتالي هذا اكيد اللي راح يخطط وراح يفكر واللي راح يعني يتواصل ويا الاخرين هو راح يحصل فرصه اكبر من غيره، وبالتالي النتائج انا اعتقد محسومه كانت مسبقا. لذلك انا اعتقد المؤسسات الرياضيه تتحمل ايضا مسؤوليات كبيره، والدوله العراقيه تتحمل مسؤوليات كبيره، وهي اخفاق قادم في اي مجال سواء كان كره قدم او غيره، فالدوله العراقيه تتحمل مسؤوليه لانها ما صراحه ما ركزت على اصحاب الاختصاص، وما ساعدت ايضا اصحاب الاختصاص في الوصول الى مراحل متقدمه في العمل الاداري او الفني، وبالتالي هذا كله راح ينعكس مستقبلا على تطور كره القدم او تطور الرياضه العراقيه. الكل يتحمل والكل مسؤول على النتائج اللي راح تصير تحصل خلال المرحله القادمه، واقول الف مبروك لاتحاد كره القدم. جمهورنا الرياضي عادت نفس الوجوه لقيادة الكرة العراقية للسنوات الأربع المقبلة، تكررت نفس الأسماء التي يعني أحبطت في السنوات السابقة كل محاولات التطور والتغيير والرقي، عادت نفس الوجوه التي ساهمت في جعل الكرة العراقية تعيش بواقع مرير وصعب وتراجع مخيف وقاسي لم تمر به كرتنا المسكينة لعقود طويلة، عادت نفس الوجوه التي كان همها الوحيد السفر، السياحة، المصالح الشخصية قبل المصلحة العامة. مشاهدينا، لنا وقفة أيضا مع آراء الزملاء الإعلاميين حول ما رافق عملية انتخابات اتحاد الكرة من حالات سلبية أو إيجابية، وهذه المرحلة المهمة في تاريخ كرة القدم العراقية، خلينا نتابع. أستاذ العزيز، مسألة أن الصحف والإعلام والشارع الرياضي، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد مثل ما يقولون. نعم الشارع الرياضي وإحنا كإعلام نطالب بتواجد نجوم الكرة حتى ممكن يعملون بشكل صحيح ويخدمون الكرة العراقية، لكن اللي حصل شنو؟ أنه
اكو من هو مثلا مثل ما ذكره هو، مو اني اللي اقول يعني ذكره اعضائيه بالاتحاد، هو نفسيته يونس، انه هنالك من يعني اللي يمتلك خيوط لعبه الانتخابات هو اللي ابعد يونس، وهو اللي ابعد الشخص الثلاثه حسب تصريحاتهم التلفزيونيه، وهذا ما هو معروف لدى الشارع. اما لا تقول لي انه الشارع يريده وكذا، نعم الشارع اللي يريده اصلا ما يريد هاي التشكيله، هاي التوليفه الموجوده، لان هاي التوليفه اللي عيد انتخابها وعيد تجديد الثقة بها، صار من 7 سنوات هم يشتغلون بالاتحاد، 3 سنوات الأولى وألغيت الانتخابات وأعيدت 4 سنوات، يعني 7 سنوات عجاف مرت بها الكرة العراقية السابقة، فكيف راح يعني راح تكون السنوات الأربعة المقبلة؟ فلذلك ما مستبشرين أبدا بالمستقبل، يعني إذا كانت الكرة العراقية بالتصنيف 90 أو 90 فالمستقبل راح يكون بشكل أسوأ، لأن شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل؟ أنا كنت في إحدى الفضائيات أحد الأخوة يقول راح تتبدل استراتيجيات، أي استراتيجيات؟ هم الشخص مو نفسهم، ليش إحنا مقابل سنتين طلع الشارع تظاهرة وكذا وقالوا راح نغير، راح شو اللي تغير؟ كل شيء ما تغير، كل اللي تغير قمنا يدوب بالشافحات نتعادل ويا فلسطين، هو هذا التغيير اللي صار. لذلك أنا بصراحة ما مستبشر بمستقبل الكرة العراقية للسنوات الأربعة المقبلة إلا إذا يعني حادث إن شاء الله وحاول إنه يغير من هالتشكيلة هذه. جمهورنا الرياضي وبعد عملية الانتخابات أكد النجم الدولي السابق يونس محمود أنه أراد أن يساهم في تغيير إمبراطورية الاتحاد العراقي لكرة القدم نحو الأفضل، لكن يعني الهيئة العامة لم تنصفه وبالتالي خسر السفاح السباق الانتخابي بترشحه لمنصب النائب الأول لاتحاد الكرة، حيث حصد يونس 16 صوتا فقط في حين حصل منافسه شرار حيدر على 35 صوتا في انتخابات اتحاد الكرة. قال يونس محمود: علمت بأنني لن أفوز في انتخابات اتحاد الكرة، لكن كان يتوجب علي المشاركة في الانتخابات استجابة لمطالب الجماهير الرياضية، وأضاف: قدمت كل شيء للعراق لكن الهيئة العامة لم تنصفني ولم يصوتوا لي. تابع يونس: أنا دخلت الانتخابات من أجل تغيير وإصلاح أماكن الخطأ في الكرة العراقية، لكنني أكرر الاعتذار للجماهير لأنني لم أتمكن من الفوز في الانتخابات. مشاهدينا متواصلين مع ملف اتحاد الكرة، وقد أسفرت انتخابات اتحاد الكرة عن عدد بسيط أيضا من الخاسرين في جانب العضوية، من بين أبرز الخاسرين إضافة لقائد المنتخب الوطني السابق يونس محمود، وربما هي غير متوقعة، كانت يعني لرئيس لجنة الحكام السيد طارق أحمد الذي حصل على 19 صوتا ليكون خارج الهيئة الجديدة، فضلا عن العضوين الآخرين اللذان كانت خسارتهما متوقعة، هما محمد كاظم سلطان أبو شوقي المعروف ومحمد جواد الصائغ بسبب عدم مقبوليتهم في الهيئة العامة. وهنالك أيضا علاء كاظم نجم المنتخب سابقا ورئيس الهيئة الإدارية لنادي طلبة حاليا لم يفز أيضا، حيث حصل على 17 صوتا فقط. الحال نفسه ينطبق على مشرف كرة نفط الوسط وعضو الهيئة الإدارية فراس بحر العلوم. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، لم يحصل في انتخابات اتحاد الكرة أي تغييرات عامة، حيث كانت هيئة الرئاسة مطابقة فضلا عن فوز أغلبية الأعضاء السابقين. دعونا نكمل مشوار صدى الرياضة بالتواجد مع الرياضيين السابقين في لعبة كرة القدم العراقية لمعرفة آرائهم حول فترة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكل عام، وكيف ينظرون للفترة الحالية التي تمت فيها عملية الانتخابات، وهل هذه الأسماء المتكررة يعني هي الأفضل والأجدر لقيادة الكرة العراقية في المرحلة المقبلة، أم كان من الأجدر مشاركة منظومة جديدة من أصحاب المعرفة أصحاب الخبرة والتاريخ الرياضي ممن خدموا الكرة يعني العراقية كلاعبين ومدربين. انطباعات مجموعة أخرى مشاهدينا الكرام من لاعبي الأمس حول هذه التساؤلات وغيرها نتابع، ورمضان مبارك.
أكيد يعني أنه بالنسبة للانتخابات حقيقة كنا متوقعين أنا شخصيا ويمكن أكثر الناس أنه متوقع ما راح يكون هناك تغيير كبير، إذا شاهدنا يمكن إذا كانت النوع الرئاسات أو أنه فقط كان هناك تغيير بالأعضاء فشيء طبيعي، يعني مثل ما تعرف أنه كل واحد فترة طويلة كان يعمل بالاتحاد لسنوات طويلة، فأكيد كل واحد عامل حساب لهذه الانتخابات ومثل ما يقول متيقن أنه هو راح يفوز. وقلت لك احنا تكلمنا بالسابق قلنا أنه راح نفس العناصر اللي هي الصور راح تفوز، وتحقق هذا الشيء أنه نفس الأعضاء والرؤساء هم اللي تواجدوا في الدورة الجديدة. احنا نتمنى حقيقه اللي يفوز واللي يتواجد بالاتحاد انه نتعلم من اخطائنا اللي حصلت في السنوات الماضيه في الدورات اللي حصلت، لان مثل ما تعرف الاتحاد هو قائم على لعبه كره القدم، على انه تطوير لعبه كره القدم، فعليه انه يقدم افضل ما يكون في خدمه الرياضه وفي خاصه لعبه كره القدم. اما انه تتكرر نفس الاخطاء فاتصور انه ما راح نضيف شيء، يعني فقط انه عملنا انتخابات وما راح نضيف شيء للعبة كرة القدم. اللي أتمنى أنه يكون عندنا خطة، يكون عندنا عمل للسنوات القادمة الأربعة، أنه يكون فريق المنتخبات فرق المنتخبات تكون منافسة قوية، تكون كرة الدوري المحلي يكون هناك تطوير وضع أفضل، فإن شاء الله أنه صوتنا مسموع ويكون هناك أنه استفادة من الأخطاء الماضية ويكون السنة الأربعة القادمة تكون أفضل إن شاء الله. حقيقة الانتخابات يعني من وجهة نظري الشخصية أنه ما غيروا شيء، انتخابات نفسها يعني شنو اللي غيروا؟ طلعوا محمد جواد صايغ وأبو شوقي وطارق أحمد، جابوا ثلاثة مكاتب، ذول أعضاء الاتحاد، شنو يعني ذول هم سبب الفشل الكرة العراقية وفشل اللي صار عندنا؟ فالمفروض كلهم اللي اشتغلوا بالاتحاد اللي خلال فترة الأربع سنوات اللي ما جاوا بها وما حققوا أشياء بها، فهم هاي يتبدل كلها، مو يتبدل لأعضاء، الأعضاء ما لهم، يعني هم أعضاء موجودين، أي عضو موجود عادي حتى بالأندية أكو أعضاء ما لهم دور، دور رئيس الاتحاد، النائب الأول، النائب الثاني، شو باقي نفسهم مكاناتهم، وغيروا ثلاث أعضائية اللي هاي وجابوا ثلاث أعضاء جدد نفسهم أعضاء بالاتحاد، فما أتوقع يعني راح يسوون ذول الأعضاء الثلاثة الجدي اللي جو جدد أن يسوون نتائج مثل ما هي، فالفشل موجود، وانتخابات ما أعتقد كانت نزيهة، يعني بوجهة نظري أنه مو نزيهة، لأنه الشباب اللي تريد تدخل الاتحاد أو اللاعبين المنتخبات اللي يدخلون الاتحاد يجددون روح الاتحاد ويجددون وضعية الاتحاد وإلهم سمعتهم وإلهم خارج العراق نفوذهم وهاي بدأ يبعدوهم، فشنو السبب يعني؟ فهاي ما أعرف يبقى جواب يومكم. أعتقد أنه تشكيلة المنتخبة متوقعة، يعني في الغالب توقعناها قبل أن تحدث الانتخابات، نتيجة لما نعرفه سابقا الانتخابات عبارة عن مطبخ يتم فيه تقديم أشهى الوجبات، هذا إذا ما قارناها أو شابهناها بالمذاق أو الطعم اللي يقدم للهيئة العامة. المشكلة الحقيقية ليس في شخص الاتحاد بتاتا، انما في الهيئه العامه تحديدا، الهيئه العامه لا تمارس دورها بشكل حقيقي، لذلك كل شيء متوقع، الانتخابات تاتي بالصالح والطالح، التشكيله المنتخبه لا يعني فيها الجميع ليسوا بمستوى المسؤوليه، بالعكس هناك من يعمل ومن يجتهد، لكنه المشكله الحقيقيه انه القرار قرار مجموع وليس قرار شخص واحد، لذلك تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. اعتقد انه الايام القليله القادمه يجب ان تشهد تغيير، اذا ما اراد هؤلاء اللي انتخبوا التشكيله الحاليه انه يقدموا شيء يقولوا فيه انهم استفادوا من اخطاء السنوات الاربعه الماضيه، لكنه بالتاكيد الشارع الرياضي الوسط الرياضي يقول ان هناك مفاجآت قد تحدث خلال المستقبل القريب، عطفا على ما تقدم به الكابتن عدنان درجال من خروقات الى محكمه كاس، واعتقد انه هذا الامر يعني حتى وان لم ياتي بثمار لكنه سيؤثر تاثيرا كبيرا على مسيره الاتحاد، قد تكون مسيره قلقه في البدايه الى ان يتبين الخيط الابيض من الاسود، عند ذاك
من الممكن أن نرى أو نشاهد عمل الاتحاد الحقيقي. على العكس تماما، الجميع متوقع أنه نس محمود لن يفوز بالمنصب كونه يعني دخل الانتخابات معتمدا على شعبيته الواسعة، وهذا خطأ كبير. الانتخابات لا تعتمد على شعبية الشارع الرياضي، إنما تعتمد على العمل مع الهيئة العامة. على الرغم من السعي الحثيث للكابتن يونس محمود من أجل الوصول لجميع أعضاء الهيئة العامة وعمله خلال المدة القليلة الماضية، إلا أنه الجميع كان متأكد من عدم حصوله على المنصب ومنافسته للكابتن شرار حيدر، لكنه الأصوات اللي حصل عليها أنا أعتقد إيجابية كونه يشترك لأول مرة. وأيضا أنا أثني عليه على الخطوة اللي أقدم عليها على الرغم من ثني جميع إلى من اتخاذ هذه الخطوة، لكنه أصر وأحييه حقيقة على شجاعته ودخوله الانتخابات، وإن شاء الله يعني الخطوات القادمة تكون أفضل بالنسبة ليونس محمود. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. يعني قلت مرارا وتكرارا ومنذ وقت ليس بالقصير، واليوم أعيد ما ذكرته سابقا وحتى في حلقات قريبة، يعني ذكرت ستبقى التساؤلات مستمرة وقائمة. يا ترى هل حال الكرة يعني حال الكرة العراقية سيبقى على ما هو عليه؟ يا ترى هل ستظهر لنا على الساحة رؤى جديدة متطورة مختلفة حول مستوى العمل في اتحاد الكرة ومدى نسبة نجاح قراراتهم خلال أعمالهم ومسؤوليتهم في قيادة الكرة العراقية؟ يا ترى هل الهواجس، هل الحيرة ستبقى تشغل وتحاصر الإعلاميين، الرياضيين، المحبين والجماهير العراقية؟ هل مستقبل الكرة العراقية يا ترى يعني سيبقى على هذا الحال؟ هل المخاوف ستنتهي منا جميعا حتى يعني نغلق صفحة الماضي، نعيش خطوات جديدة، يعني خطوات نحو النجاح، نحو التألق في عالم المستديرة العراقية؟ قلت هنا أيضا للأسف وأجزم بأنني يعني أكرر قولي هذا كثيرا حتى في الأيام المقبلة، بأنني أعتقد وأجد في ظل هكذا مناخ ملوث وهكذا أجواء مليئة بالمؤامرات، بالصراعات، بالتمسك بالمناصب من أجل المنافع الشخصية، من أجل السفر على حساب رفع شأن الكرة العراقية، أعتقد وأجد للأسف ستبقى هذه الأمنيات، هذه التساؤلات قائمة بدون أي جدوى، بدون أي حلول تخدم المصلحة العامة للكرة العراقية. جمهورنا الرياضي، سنغلق ملف اتحاد الكرة لهذه الحلقة. سنتابع طبعا أبعاد عملية انتخابات اتحاد الكرة في الحلقات المقبلة بإذن الله. الآن دعونا نتوقف قليلا مع فاصل قصير، نواصل بعده الفقرات الأخرى لصدى الرياضة لهذا اليوم. خليكم ويانا ورمضان كريم. جمهورنا الرياضي، دعونا نتوقف مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص. خليكم ويانا، لا تذهبوا بعيدا. أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني استقالته من تدريب الفريق الملكي، وأكد زيدان في وقت سابق أنه سيتقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد في الوقت الذي يرى فيه أنه لن يقدم أي شيء جديد للفريق. يذكر أن زيدان قاد الفريق الملكي إلى تحقيق 9 ألقاب آخرها دوري أبطال أوروبا قبل أيام، محققا إنجازا تاريخيا بفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي. استعدادا لنهائيات كأس العالم في روسيا منتصف هذا الشهر، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين، وشارك نيمار كبديل في المباراة وتمكن من إحراز الهدف الأول بطريقة رائعة. ومن بين أبرز نتائج المباريات الودية، ألمانيا تخسر أمام النمسا للمرة الأولى منذ 32 عاما. تمكنت النمسا من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. وفي بقية المباريات الودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في روسيا، حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت منتخبي بلجيكا والبرتغال، فيما فاز منتخب إنجلترا على نظيره النيجيري بهدفين لهدف. سجل هدفي إنجلترا جاري كاهيل وهاري كين،
فيما أحرز أليكس إيوبي هدف نيجيريا الوحيد. كما تعادلت السويد مع الدنمارك سلبيا، وفازت إيرلندا على الولايات المتحدة بهدفين مقابل هدف واحد، والصين على تايلاند بهدفين دون رد، والمكسيك على اسكتلندا بهدف وحيد، والنرويج على أيسلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مشاهدينا، نكمل فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم، والآن مع لعبة المبارزة التي تعتبر من الفعاليات التي لها باع طويل في عالم الرياضة. وكانت المبارزة موجودة في العراق منذ أن وجد السيف، إذ يستخدم السيف في مؤسسة الجيش ويعتبر جزءا من قيافة العسكري والضابط، وقد بدأ الاهتمام في المبارزة منذ بدايات القرن الماضي. وتطورت رياضة المبارزة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بألعابها الثلاث، سلاح الشيش والمبارزة والسيف العربي. ورغم تفوق وسيطرة دول شرق آسيا، إلا أن العراق يحاول أن يفرض نفسه بين عمالقة آسيا. طبعا بالتأكيد هذا ما نتمنى أن نراه ونلتمسه على أرض الواقع. مشاهدينا، هذه وقفة مع رياضة المبارزة في التقرير التالي، نتابع. رياضة المبارزة كانت موجودة في العراق منذ أن وجد السيف، لأن السيف يستخدم من قبل الضابط في الجيش وهو جزء من قيافتهم. وبما أن مستلزمات العسكرية هو وجود السيف مع الزي العسكري واستخدامه في التدريب والقتال، لذا بدأ الاهتمام في المبارزة منذ بدايات القرن الماضي. وتطور المبارزة والاهتمام بها من قبل الشباب فهو يدل على أن العراق مليء بالمواهب في جميع الرياضات الجماعية والفردية، وهذا ما نشاهده في السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ لرياضة المبارزة بألعابها الثلاث. هي ثلاث أسلحة، كل سلاح يختلف عن الآخر بالهدف القانوني. يعني سلاح الشيش هو صدرية كهربائية تغطي الجذع ما عدا الذراعين والرأس، بينما سلاح السيف هو كل ما فوق الحزام يعتبر هدف، سلاح السيف العربي أو السابر. أما سيف مبارزة فهو كل الهدف، كل الجسم هو الهدف، هذا هو الاختلاف. يعني هو بس مجرد في الهدف القانوني، فيختلف لاعب عن آخر في هو اسمه مبارز لكن كل عنوان حسب السلاح. يعني وسبق وشارك لاعبون بهذه اللعبة في العديد من البطولات وتنافسوا عليها بقوة رغم قلة الخبرة، وخصوصا البطولات والتجمعات الإقليمية والآسيوية، ورغم تفوق وسيطرة دول شرق آسيا اليابان وكوريا والصين، إلا أن العراق يحاول أن يفرض نفسه يوما بعد يوم بين عمالقة آسيا. ولعل بطولة بغداد التي ستحتضنها العاصمة العراقية بمشاركة دول لها باع كبير في اللعبة هو خير دليل على عودة الروح لهذه اللعبة وعودة اتحاد المبارزة إلى تنظيم البطولات والدخول بالمنافسة الحقيقية على جميع الأصعدة الإقليمية والعربية والقارية والعالمية. جمهورنا الرياضي، سنبقى مع هذه اللعبة، حيث أقيمت مؤخرا البطولة الرمضانية 11 بالمبارزة في العاصمة الحبيبة بغداد، وبمشاركة كبيرة من لاعبي أندية بغداد والمحافظات. مشاهدينا، وقفتنا التالية مع زياد حسن، لاعب المنتخب العراقي سابقا ورئيس الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة حاليا، لتوضيح أمور عدة تخص لعبة المبارزة وعمل الاتحاد، ومنها كيف كان تنظيم البطولة الرمضانية، وهل تواجه اللعبة أي معاناة فضلا عن الاستعدادات والاستحقاقات المقبلة للعبة. مشاهدينا، الآن نتابع معا حوار صدى الرياضة مع رئيس اتحاد المبارزة. بسم الله الرحمن الرحيم. البطولة الرمضانية هي البطولة 11 اللي يقيمها الاتحاد العراقي المركزي المبارزة من خلال 11 سنة اللي مضت. نقيم بطولات بمختلف الأسلحة في شهر رمضان المبارك. اختتمت بطولة سلاح سيف مبارزة بمشاركة كانت جدا كبيرة، واليوم مثل ما تشوفون حضور واسع أيضا بالسلاح سيف العربي. بطولة السيف العربي هي تحضير لاعبينا للمشاركة في بطولة بغداد الدولية اللي إن شاء الله راح تقام يوم
7 و8 و9 و10 من شهر حزيران القادم في بغداد ان شاء الله، وراح تكون اول بطوله دوليه يقيمها اتحادنا منذ العام 1990. طبعا مشاركه هناك من دول عديده وقويه بالمبارزه، منها تركيا، الكويت، المغرب، اليونان، كرواتيا. اعتقد انه هالمشاركه هاي راح تعزز مكانتنا بين الدول ونتائجنا اللي ان شاء الله راح تكون احسن من خلال المشاركات واقامه البطولات في الداخل والخارج. اليوم هذه البطوله هي بطوله شملت كل الانديه وشملت اللاعبين الهواة. اظن المشاركه يعني بالنسبه لاتحادنا اعتقد هي مشاركه جيده، نسبه اللاعبين الموجودين نسبه جيده، يعني نتمنى انه العدد يزيد في البطولات القادمه، لكن من خلال بطوله رمضانيه تواجد لاعبين من خارج الانديه وايضا من ضمن الانديه، اعتقد البطوله طلعت بالشيء الجيد اللي تمهد لاتحادنا لاقامه بطولات اقوى واحسن ان شاء الله. شو نشوف استعدادات منتخبنا الوطني لبطوله اسيا اللي راح تقام في جاكرتا؟ بالنسبه لبطوله اسيا احنا الخاصه بلعبه المبارزه راح تكون في تايلاند، دوره الالعاب الاسيويه راح تكون في جاكرتا. دوره الالعاب الاسيويه يعني احنا في خضم اعداد لاعبيننا خلال تواجدهم وجمعهم على طول الاسبوع، وهناك ايام في وحدات تدريبيه صباحيه ومسائيه، نحاول ان شاء الله بالتواصل مع اللجنه الاولمبيه نحقق معسكر او معسكرين تدريبيه خارجيه او لقاءات او مشاركه في بطولات خارجيه تمهد لتحسين تصنيفنا من خلال مشاركتنا بالدوره الاسيويه، لان بالنسبه للمبارزه يجب ان يكون تصنيفك جيد يسبق مشاركتك في البطوله، ايضا يجب ان تكون معسكرات موازيه للنشاط اللي راح يعني نشارك به. نتمنى انه خلال الفتره المقبله انه امور الاولمبيه تكون احسن حتى نقدر انه نزج اكبر عدد من اللاعبين في المعسكرات التدريبيه. الدعم المادي جيد بالنسبه للاتحاد؟ الدعم المادي هو للرياضه جميعا مو بس لاتحادنا يعني بصوره غير جيده، لان الدوله مع اللجنه الاولمبيه اعتقد انه هناك تقاطعات ماديه كثيره يراد لها حل حله، لكن بتعاون اللجنه الاولمبيه وتعاوننا مع وزاره الشباب ودعم وزير الشباب الامور يعني ان شاء الله تكاد ان تكون جيده، نتمنى ان تتحسن بالفتره المقبله. وهي ابرز معاناتكم واشكالاتكم اللي وقفتوا في اتخاذ المباراه؟ معاناه التجهيزات، معاناه الدعم المادي، معاناه البنى التحتيه، معاناه تواصلنا مع الوزارات والسفارات اللي موجوده، قله الفيز، لكن احنا رغم هذا كله نحاول انه نسوي شيء نقدر نصلح به حال الرياضه ونصلح به حال المبارزه بالخصوص، من اجل انه نهيئ منتخباتنا بشكل صح. احنا اليوم تسلسلنا خامس على اسيا، 16 على العالم، اعتقد انه هذا التسلسل وهذا الانجاز ما مسبوق بالنسبه للمبارزه، نتمنى انه نتواصل ونحقق انجازات احسن واكثر، لكن بدون تدير هذه الصعوبات اعتقد انه فريقنا راح يعني هذا الموسم اذا ما كملنا راح يرجع تصنيفنا اللي تعبنا عليه خلال السنتين القادمه من اجل تحقيق انجازات. شنو المسيره توجه لابنائك من اتحاد المبارزه؟ كانت ابنائك من اتحاد المبارزه؟ والله احنا نشد على ايد المدربين من اجل اعطائهم يعني اعطاء دفعه اكبر للاعبين من اجل انه يحققون انجاز بالبطولات القادمه، والمدربين شغالين على هذا الاساس، حكامنا نتمنى انه نرفد حكامنا بقاعده قويه، احنا السنه عندنا الحكم الدولي الدكتور علاء الراوي حصل على المرتبه الثانيه على العالم كمصنف احسن ثاني حكم على العالم بعد الحكم الروسي. اعتقد بالنسبه هذا للجانب الفني، بالنسبه لجانب اللاعبين نتمنى ان اللاعبين يشدون من ازرهم ويشدون على يعني حيلهم وان شاء الله يحققون نتائج جيده بوجودهم بالتدريبات والتزامهم بمواعيد التدريب والتزامهم بكلام المدربين، اتوقع انه ان شاء الله راح نوصل لنتيجه مرضيه نحققها خلال الموسم هذا والموسم المقبل. كل التوفيق للاعبينا وإدارة اللعبة التي تعمل باجتهاد وتفوق ملحوظ للنهوض بواقع اللعبة والعودة إلى المنصات طبعا، وإن شاء الله نرى هذه اللعبة تتطور أكثر وأكثر. مشاهدينا، بعد منافسات تواصلت لمدة 3 أيام توج فريق الجيش بلقب البطولة الرمضانية 11 بالمبارزة، والتي سجلت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا 16 ناديا من بغداد والمحافظات، وتمكن لاعبو الجيش من فرض أفضليتهم وحقيتهم في اعتلاء المركز الأول تاركين الوصافة لفريق الاتصالات، فيما كان المركز الثالث مكرر بين الصناعات الكهربائية والنجدة. وكان 14 حكما قد شاركوا في إدارة منافسات البطولة التي تأتي كمحطة إعدادية مهمة قبل خوض منافسات بطولة بغداد الدولية التي ستنطلق هذه الأيام بمشاركة عدة دول مهمة من أوروبا وآسيا بالإضافة إلى الدول العربية. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، متواصلين مع فعالية المبارزة. جمهورنا الرياضي تواجدنا أيضا مع
عدد من أعضاء الاتحاد العراقي للمبارزة، فسألناهم عن لعبة المبارزة بشكل عام والفترة الحالية، وعن كيفية تنظيم البطولات وتطور المبارزة والاهتمام بها، وكيف هو التحضير لبطولة بغداد التي ستشارك فيها يعني دول لها باع كبير في اللعبة. دعونا الآن نتابع هذه اللقاءات، خلنا نتابع. شكرا لوسائل الإعلام وأجهزة الإعلام، شكرا لكم جميعا الجهود المضنية من عندكم في سبيل نقل الصورة الحقيقية والحية عن واقع استعدادات اتحاد العراق المركزي للمبارزة بصدد إقامة بطولة بغداد الدولية. بطولتين حاليا موجودة، إحداها خلصت قبل يومين، انتهت بإذن الله تعالى، وهسه حاليا بطولة السيف العربي. كلتا البطولتين هي استعدادات لاعبي المنتخب الوطني واختيار الفريق الأمثل والفريق الأرتب من المستوى التكنيكي والتكنيكي، لأنه القاعدة عندنا واسعة جدا في اتحاد المبارزة، وأعداد الفريق يعني أعداد محدودة عندنا، فيجب أن يكون العين المختارة اللي تمثل بها العراق ضمن البطولة الدولية عينة ممتازة بإذن الله تعالى. هم عندنا لاعبين جيدين، يعني عندنا 2-3 ممكن، لكن يعني مو المستوى المتقدم، يعني ما يوصلون مراكز، يعني لأن الدول الآسيوية اليابان وكوريا والصين مسيطرة بشكل كبير على المراكز الثلاثة الأولى، لكن نتأمل أنهم يقدمون مستوى أولاً ويرفعون اسم البلد في المحفل هذا، وإن شاء الله يعني ليش لا، هم مستعدين، يعني عندهم روح المنافسة، فإن شاء الله يجيبون لمسات ويقدرون يفوزون إن شاء الله. مشاهدينا، نكمل مشوار صدى رياضة بالتواجد مع لعبة المبارزة، وهذه المرة مع لاعبي الأندية والمنتخب وكيف ينظرون لمشاركتهم الحالية في البطولة الرمضانية، فضلا عن الاستحقاقات المقبلة يعني ضمن البطولات والتجمعات الإقليمية والآسيوية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الاتحاد العراقي المركز المبارزة بطولة العراق الرمضانية المفتوحة للسلاح السيف للمبارزة في الأسبوع الماضي، وقدم اليوم بطولة السيف العربي الرمضانية استعدادا للبطولة الدولية التي ستقام في العاصمة بغداد. وإحنا بدورنا عن لاعبين منتخب نستعد لبطولة آسيا وبطولة عالم بالأشهر القادمة، شهر السادس وشهر السابع إن شاء الله وشهر الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضير هاي البطولة إلى بطولة دولية شاركت فيها دول مصر وإيران وتركيا، فاستعداد جاي نستعد للبطولة، استعداد إن شاء الله جيد ومعسكر داخلي إن شاء الله نحقق إنجاز بالبطولة الدولية. عندنا بطولة رمضانية مثل ما جاي يشوفون، استعدينا لها من وحدتين تدريبية مسائية وصباحية، للصباح 3 ساعات، المساء ساعتين، وبعد هاي البطولة عندنا بطولة دولية راح يشاركون بها عدة دول عربية وأجنبية، يعني راح تفيدنا كخبرة، وهاي بها لاعبين كبار أبطال، وإن شاء الله بعد البطولة الدولية عندنا بطولة آسيا، إن شاء الله راح تفيدنا البطولة الدولية، راح تفيدنا البطولة مال آسيا، نكسب منها خبرة، إن شاء الله توفيق للجميع. استعدينا البطولة الرمضانية المقامة في قاعة الشباب والرياضة على القاعات التخصصية، وعندنا استعداد لهذه البطولة التأهيلية استعدادا للبطولة الدولية التي ستقام في بغداد، وبعد بطولة بغداد عندنا بطولة آسيا التي ستقام في جاكرتا، وهم استعداد عندنا لبطولة العالم بالصين، والله والشباب كلهم مستعدين وجايين خوضوا حتين تدريبية باليوم، قبل رمضان كانت 3 وحدات، بعد رمضان بعد يعني من إجا رمضان هسه صارت وحدة تدريبية، وإن شاء الله التوفيق لكل اللاعبين. مشاهدينا، بالتأكيد هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم، تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة على أمل اللقاء بكم في حلقات رياضية مقبلة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي، بلال بداع، مع السلامة.